وصرت فيا متشرد. تقيلة والله تقيلة مو تقيلة تقيلة. سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو بفيديو جديد وقصة جديدة. كملين ماي فريند بسلسلة سولافة ليل يلي عاجبتكم شكلها. قصة اليوم هي قصتين مع بعض صاروا معي بأول مرة سافرت فيها داخل أوروبا وصرت فيا متشرد. من دون مبالغة، أول مرة بنام بالشارع كانت بهاي المرة. إذا أنت مانك متأكد من الموضوع كمل القصة للأخير وراح تشوف شلون النتيجة. راح تتفاجأ شلون بلشت القصة وشلون راح تنتهي. ركز معاي ماي فريند، بس قبل ما تركز معاي راح افرجيك شغله. اوي شو الوضع؟ تمام ها؟ ايوه ايوه. شو رايك ماي فريند بالتصميم الجديد؟ اي واحد بده من هاي الكنزات يكتب لي بالتعليقات. مهم، خلينا نرجع للسيره. هاي القصة فعليا غيرت لي حياتي، غيرتني بكتير شغلات صراحة. موضوع بلش ب 2018، كنت بلعب بنادي كرة قدم بألمانيا وملتزم بالتمرين والأمور تمام. تعرفت بوقتها عن طريق واحد ساكن معايا على شاب بينظم فعاليات كرة قدم لفريق الجامعة تبعتي، جامعتي الحالية. بوقتها لسه كنت أنا ماني طالب رسمي بالجامعة، وهاي الفعالية بتشبه تقريبا دوري أبطال أوروبا بس على صغير، يعني بيشاركوا تقريبا 50 فريق من كل جامعات أوروبا. كان في فرق مشاركة من فرنسا، من التشيك، من كرواتيا، من إسبانيا، من ويلز، حتى كان في فرق سويسرية. يعني فعليا كان شبيه كتير بدوري أبطال أوروبا. كل سنة بتنقام هاي الفعالية ببلد معين، يعني مرة بتكون بفرنسا، مرة تكون بإسبانيا، مرة تكون ببريطانيا. والسنة اللي شاركت فيها أنا كان الدوري بفرنسا. هذا الشيء اللي شجعني أكتر وخلاني أتحمس إني أشارك بالموضوع. بشهر 7 ب 2018 طلعنا من ألمانيا باتجاه فرنسا على مدينة بتبعد عن باريس تقريبا حوالي ساعتين، والمشوار أخذ معنا من ألمانيا للمدينة اللي رايحين لها حوالي 5 ساعات. مرينا فيهم طبعا من ألمانيا على لوكسمبورغ وكملنا على فرنسا. المهم وصلنا على مكان الإقامة وطلعنا، صرنا ناخذ جولة بالمكان، نشوف وين الملاعب، كم ملعب فيه، وكانوا تقريبا 6 ملاعب كبار جنب بعض وفي جنبهم صالة كبيرة مشان الحفلات والهيصة. كل يوم بعد الساعة 8 كانت بتبلش الحفلات والهشك بالشك. المهم خلصنا نحن الجولة ورحنا شفنا جدول المباريات اللي لازم نلعبهم تاني نهار، وكانت أول مباراة لفريقنا حوالي الساعة 8 الصبح، مع اني انا بكره كتير الفيق الصبح ولعب الطابة او الرياضة بشكل عام. وتاني مباراة تقريبا على الساعة 12، والتالتة 3 العصر، واخر مباراة كانت حوالي الساعة 5. طبعا كان كل فريق باليوم يلعب بين الاربع للخمس مباريات مع فرق مجموعته، واللي بيتأهل للمجموعة اللي بعدها بيتأهل، واللي بيطلع بيطلع. وكان عدد المباراة صح باليوم كتير، بس مدة المباراة كانت اقل من العادة، يعني تقريبا كانت 20 دقيقة او 30 دقيقة المباراة، وهذا الشيء مشان يحاولوا يختصروا الوقت على الدوري وما يطول كتير يعني لعدة ايام. مشان ما نتعمق بقصة الدوري كتير ماي فريند، خليها يعني ممكن احكي لك فيه عن فيديو لحال، لانه شاركت بعدها بسنة بالدوري الالماني وبعدها بسنة تانية بالدوري ببلجيكا. حققنا والله بوقتها نتائج كتير حلوة، حتى شارك بوقتها معي ببلجيكا واحد من رفقاتي كان يلعب بالدوري الممتاز بسوريا، وكان يلعب حتى مع عمر خريبين واسامة اومري بنفس الفريق. مهم لعبنا مبارياتنا بفرنسا وتأهلنا على المجموعة التانية، وكان ادائنا مقبول وقدرنا بالنهاية انه نحصل على كاس. وهي كانت اول مرة بحصل على كاس مع فريق، وكان الاحساس خرافي. بس كنت بوقتها اكل اصابات برجلي لدايخ، ضغط مباريات ورا بعض وما في فتره استشفاء، وكنت كل شوي اروح على الصليب الاحمر. وين رايح؟ على الصليب الاحمر. منين جاي؟ من الصليب الاحمر. كانوا مسويين مثل خيمه هنيك، بتحسن تروح هنيك اذا في عندك مشكله فورا بيحلوا لك اياها بشكل سريع. اروح والله ماي فريند يحطوا لي ثلج على رجلي، يبخوا لي هيك شويه ديدرون، وانا بيني وبين حالي اقول لك هذا لتحت الاباط مو للاجرين. بس عادي كانت تخدر شوي، وانا قلت يا ولد هدول فرنسيين غشهم ما بيعرفوا الله وين حاططهم. مو طلعت انا الحمار وطلع هذا فولترين مشان الاستشفاء تبع العضله، وانا مفكر ديدرون بعد شوي بدي اخذها وارشرش على حالي شوي، وانا مضيع عاد رايح جاي خري مري لعندهم. مو مشان الصبايا الفرنسيات الشقر ما شعر سبر وكيرلي اللي كل ما لمستك بتحس والله مثل الزبده البلجيكي؟ لا والله، بس انا كنت تعبان شوي. انتهى الدوري، استلمنا الكاس وكان في شويه جوائز معاه، شويه اناني استغفر الله، نبيت وجبنه فرنسيه، بس انا ما اخذت شيء، كان نفسي بشوية زبدة بلجيكي والله. بدأنا نضب أغراضنا ماي فريند مشان نرجع لألمانيا، وهو خطرت على بالي فكرة جهنمية. إيش هي يا حزرك؟ افضع عينك ماي فريند، انت بس النسوان اللي ببالك ها؟ فكرني بدي أخذها للحتة البلجيكي معاي؟ لا، فكرة كانت كالتالي. قلت يا ولد، انت هيك هيك في فرنسا وبتبعد ساعتين عن باريس، مدينة الأضواء، مدينة الجمال، مدينة الرومانسية، روح روح يمكن تلاقي حتى حلوة، يمكن تلاقي نصك التاني، ولا تتعرف لك على شي حدا يا موكوس. الحب الضائع، فتاة الأحلام لك، روح. اتشجعت ماي فريند، شديت همتي وقلت خلص مكمل على باريس لحالي.
ما في كلام، بس كان في مشكلة صغيرة 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 صغيرة. هاي وفق إلهي. صح، أبو نجيب الصغير اللي بداخلي طلع لي وأجيت أنا بدي يخرب بيتك، منين طلعت؟ شو دراسي؟ شو باريس وما باريس؟ شو هار؟ باريس يعني روحة رجعة، أجر طريق، أكل وشرب وتلات. لا زيد راسي، لا شو بدك من الكلام هذا كله؟ بكرة بنروح على ألبانيا نشتري كيس بزر تبع 2 يورو وبنطلع على الجنين اللي جنب البيت سياحة. الله وكيلك أحلى سياحة، مفصفص هالبزرات ما بتدفع مصاري شي دراسي. شو بدك من الكلام الفاضي هذا؟ لا لا، هي باريس يعني باريس، بدي أروح. أعوذ بالله شي دراسي، بشتري لك كولاية أنا مع البزرات، لا تخاف شا تبلع. إيه بس مو باريس، تقيلة والله، تقيلة مو تقيلة، تقيلة. طيب اسمعني، أنت مو أكل هم المصاري؟ اترك علي، أنا راح أضبط لك الطلعة وما ندفع مصاري، راح أخذك على باريس ببلاش، منيح؟ ما راح أدفعك ولا ليرة. إيه ها؟ ها سيد راسي، هذا الكلام مضبوط سيد راسي، هذا الكلام مضبوط. لسه بتزفرنا بقلوبة الوتيل ببلاش؟ يا عيني يا عيني يا عيني، هيك بكون مضبوط 100%. الله يخرب بيتك يا ابن نجيب، روح روح. المهم ماي فريند، رحت ضربت صحبة مع واحد من المنظمين للحدث وفتحت معه حديث، بما انه في فرق فرنسية مشاركة فاكيد اكيد في فرق جاية من العاصمة. فسألته انا للزلمة، قلت له بتعرف اذا في فرق جاية من باريس هون مشاركة بالدوري؟ عم قال لي في فريقين مشاركين من باريس. قلت له عز الطلب، شو رايك يا ديب تروح تسال لي اياهم اذا بياخذوني معهم على باريس، اذا في عندهم محل بالسياره يدحشونا يعني مع هالغراض؟ شنو بحياتنا يعني ما رحنا هنيك ماي فريند، يعني وحابين نشوفه يعني بلكي بتزبطنا الله يوفقك. او قال لي خلص علي نص ساعه وبجيب لك الخبر. المهم بهذا الوقت انا قلت ايش، خليني استغل الموضوع اروح اسوي لي زياره اخيره على مقر الصليب الاحمر، مو مشان مشعر كيرلي زبده البلجيكي هذيك، لا بس كنت شوي تعبان حتى يعني صوتي لحد الان يعني شوي فيه خشونه. رحت ماي فريند حججت لها هاي المره انه كتفي عم بيوجعني، شعري يعني تزبطت هيك بس ماي فريند. خلصت من عند الصليب الاحمر وطلعت، ولا هذا هو صاحبنا اجاني قلنا له بشر يا معود، قال لي مشي الحال ناطرينك بعد ساعه قدام المركز مشان تسافر معهم على باريس. يا عين عليك. المهم يا معلم رحت لعند فريقي ضبيت شنطتي ضبيت الاغراض وانا طالع من هنيك، قلت لهم سلام عليكم انا ماشي انا طالع على باريس مكمل لحالي. قالوا لي جاب تحكي، انصدموا قلنا لهم يعطيك العافيه باي باي. مشيت ماي فريند اخذنا هالشنطه زتيناها بالسياره طلعنا ورحنا باتجاه العاصمه. ماي فريند بما انه الجزء الثاني فيه اكشن وراح يكون اطول من الجزء الاول بكتير، مشان هيك قررت اني انزله بفيديو ثاني قريبا جدا، ولانه صار في مشاكل تقنيه بصراحه. بعدين تعال هون لكاسة بابيل يعني بيسوي تشويق احسن مني، ما هي نحن منسوي تشويق. يلا لا تصير ابو نجيب وحط لايك وشارك الفيديو واستناني بالجزء الثاني ماي فريند يلي راح ينزل قريبا جدا. سهرة سعيدة ماي فريند ويعطيك الف عافية.